شايف يا واد يا كشري؟ شايف الدهب بتاع امك؟ امك جابت غلاوش جديده. الله يا امه، جامدين قوي الغوايش الجديده دول. ايوه امال ايه يا واد؟ بص اربعه جداد وعندي اتنين قدام وعندي تلات خواتم. يا بنت اللعيبه يا ام كشري، انت اي فلوس بتحوشها بتجيبي بيها دهب. ايوه يا واد يا منايم، انا لو ما عملتش كده الفلوس كلها هتبقى في كروشك انت وابوك. كروشنا ايه بس يا ام كشري؟ يعني هناكل بفلوس كتير قوي كده؟ ما انتوا بتاكلوا ما بتحسوش بهايم. يو بقى يا ام كشري، بطل الشتيمه بقى. اتنيل اتنيل يا منايم واقعد ساكت. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ايه في ايه؟ صوتكوا عالي ليه؟ يخرب بيتك، انا عارف عن ايه وحشه ده، لو قلت له هيقول لي جبت كل ده ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده يا ام كشري؟ جبت كام غويشه كده؟ كام غويشه؟ كام غويشه؟ يخرب بيتك يا وليه، مضيعه فلوسك كلها على الذهب. وانت مالك انت يا راجل؟ وانت مالك، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا وليه يا بنتي المجنونه يا حوله، مش كل شويه تجيبي ذهب كده. هو ايه اللي مش كل شويه تجيبي ذهب؟ انت مجنون يا راجل، الفلوس في الذهب بتزيد ما بتقلش. يا ام كشري انا خايف عليك، احسن حد يخطفك في الشارع ولا حاجه. لا يا اخويا ما تخافش، انا اللي بيبص لي بصه بخلع عينيه من مكانه، ما تخافش. اعوذ بالله. خلاص خلاص. انت ده كشري؟ ايه يا ابو الزير؟ بقول لك ايه؟ نعم يا ابو الزير. استنى استنى، يخرب بيت امك، اصبر. بقول لك ايه يا ام كشري؟ عايز يا راجل يا منيل. بالمناسبه بقى بتاعت الغوايش دي يا ام كشري، هبعت اجيب لك عصير ونشرب مع بعض. عصير؟ ابعت هات لي 2 كيلو لحمه يا راجل يا منيل، بدل ما انا اللي بجيب بس. يقول لي ما معيش ما معيش. انا عارف يا اخويا اللي ما معكش ما معكش، جاتك نيله. كده يعني؟ ماشي ماشي، انا اوريك يا ام كشري. انت يا كشري عاوز ايه بقى يا ابو الزير؟ كل شويه تنادي عليا. وطي صوتك يا ابن الحوله. ايه ايه يا ابو الزير في ايه؟ انت هتنزل دلوقتي اهو، تروح تجيب لنا عصير وعدي على الصيدليه هات لنا منها منوم. منوم؟ يا لهوي، انت هتعمل ايه في امي يا ابو الزير؟ انت مال امك؟ مالكش دعوه، اسمع الكلام وانت ساكت جوا. يا لهوي الحاجه يا امك. اخرس يا ابن الكلب. طيب طيب، في ايه يا نايل انت؟ هو مالكم؟ ايه مفيش حاجه مفيش. يلا يا كشري روح هات لنا حاجة ساقعة كده ولا عصير. طب ما تأجلها شوية يا أبو الزير، أجل العصير والحاجة الساعة. تأجلها؟ أجلها ليه يعني يا أم كشري؟ بعد الأكل يا راجل، وابقى ابعت أبو كرش ده. لا أنا عايز أشرب حاجة ساقعة دلوقتي يا أم كشري. خلاص ماشي، بلاش بقى بيبس عشان إحنا عاملين مقاطعة، خليه يجيب لنا أي حاجة كده مش مقاطعة. أه هات لنا يا كشري أي حاجة مش مقاطعة. يعني أجيب إيه مش فاهم؟ يعني أروح للراجل أقول له هات أي حاجة مش مقاطعة؟ أه يا أبو كرش، قول للراجل كده بس ومالكش دعوة. عيل بكرش صحيح. خلاص ياما ماشي. بسرعة يا ضوء اعمل اللي انا قلت لك عليه. طب هات هات فلوس يا ابو الزير، هات فلوس. طيب امك ما تنساش خد. طب قول لي يا ابو الزير انت عايز ايه بالظبط؟ اطلع. طب اطلع بره وانا هقول لك، يخرب بيتك اطلع بره. خلاص ماشي. بقول لك ايه يا كشري؟ ايه نسيت تقول له على حاجة ولا ايه يا ابو الزير؟ اه يا ام كشري اقول له نزود حاجة كده. خلاص ماشي خلاص ماشي يا منيل. اقعدي بقى ساكت. ولا ولا ايه يا وزير في ايه تاني؟ بقول لك ايه، اول ما تجيب علبه العصير حط فيها المنوم على السلم وخش ادي له ام كشري على طول. يا وزير انا خايف من اللي انت بتعمله ده. انت مال امك يا ابن الحوله؟ مالكش دعوه. ماليش دعوه، لو حصل حاجه لام كشري اقول اللي انت اللي عملت كده. ماشي يبقى قول اللي انا اللي عملت كده، مالكش دعوه انت. ماشي ماشي، يعني اجيب العصير واحط فيه المنوم؟ ايوه يا ابن الحوله، حطه وزود زود براحتك. وانت هتموت ام كشري ولا يا ابو الزير؟ لا يا ابن العبيطه مش هموتها، انا بعمل ده كله علشان اسرق الذهب بتاعها. يا لهوي، انت عايز تسرق الدهب بتاع امي؟ ايوه انا هسرق الدهب بتاع امك وراح ابيعه. حرام عليك يا ابو الزير، حرام عليك، هي ممكن كده تحبسك ولا حاجه. ما تخافش يا ما تخافش على ابوك. لا يا ام كشري الله يصعبان عليا يا امه. ما يصعبش عليك غالي يا ابن الحول. يلا يلا انت بسرعه زي ما قلت لك، تيجي بسرعه يلا. حاضر حاضر، اجيب العصير واحط لي فيه المنوم على طول. انجز بقى ما تفضلش ترد، امشي امشي. خلاص ماشي بالراحه. يلعيك وعلي جابك. يخرب بيتك يا راجل يا منال، بتخبط الباب كده ليه؟ جايبه لنا عيل غبي مليان غباء. مليان غباء؟ ما هو طالع لابوه هيطلع لمين يعني؟ مش ناصح زي امه؟ ناصح زي امه؟ مين عليه وعلى امه؟ لم لسانك يا ابو الزير، حتى راجل ما قلتليش مبروك، راجل نتن قوي. مبروك يا ام كشري مبروك، ما انا بعت اجيب حاجه حلوه اه عشان خاطرك، ما انت حبيبتي برضه. ماشي يا اخويا شكرا شكرا. ما تجيبي غوشه من دول يا ام كشري. يخرب بيتك اديك غوشه، انت عارف الواحده بكام؟ بكام يعني يا ام كشري؟ الواحده يا اخويا ب 20,000 جنيه، انت معاك 20,000 جنيه يا منيل؟ يا خبر ابيض، 20,000 جنيه على كده العلبه دي بقى تعمل لها 150,000 جنيه ولا 200,000 جنيه؟ الله اكبر الله اكبر. وانا مش هحسدك يعني يا ام كشري يا حبيبتي. حبك بورس جاتك نيله. جاتك نيله؟ ماشي، لو اتاخر لي كده. وات محلي تحت البيت يا ابن الكلب. البتاع ده زي ما الزير قال لي. طب الزير خربت امك، زق الباب يا ابن الموكوس، الباب مفتوح. طب ما تقوم تفتح لي يا ابو الزير، يعني ما تقوم تفتح لي.
جبت ياض وعملت اللي انا قلت لك عليه؟ اه وزير جبت العصير وحطيت. اسكت يا ابن العبيطه ما تتكلمش. يا لهو في يا راجل يا ناجل. مفيش حاجه مفيش حاجه يا حاج. معلش يا وزير معلش نسيت. تعبيط ابن عبيط. يلا 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 ادي لامك العصير. ادي العصير اللي انا حاطط فيه. يخرب بيتك وبيت امك ما تخلص يا. خلاص يا وزير ما تزعقش اهو خد يامك. هات يا منيل وانت كمان خد يا ابو الزير. هات وانا كمان انا اخد ده. اشرب اشرب يا اخو اشرب. ما انا بشرب بقى يا ابو الزير. اشرب اشرب يا ام كشر اشرب. ما انا بشرب بقى يا راجل يا منيل. الله ده طعمه حلو قوي يا اما. ما تشربيش بقلب قوي يا اما. اخرس يا دي يا ابن الحوله ما تتكلمش خالص. حاضر حاضر اخرس اهو اشرب وانا ساكت. اشربي يا حبيبتي اشربي. ما انا بشرب بقى يا راجل يا منيل. ده مكبش عليا. كبس عليك ليه؟ عشان حاطط لك من اول. لا يا عم بتقول يا واد. لا لا ما بقولش حاجه يا ام كشري اسكت انت اهو. حاضر حاضر اسكت اهو. اشربي اشربي يا ام كشري اشربي. ما بشرب يا وزير بشرب. الف انا الف انا ليك يا حبيبتي. يا لهوي امي نامت خالص. بس يا صوتك كده احسن تصحيها يا ابن الحوله. جه دوري ان اسرق الذهب كله. ابو الزير انت هتعمل ايه بالظبط في امي؟ مش هعمل حاجه قلت لك انا هسرق الذهب بس. خلاص ماشي. طب هات 5 جنيه. اديك 10 جنيه بس اصبر لما ابيع الذهب. خلاص ماشي يا ابو الزير روح بيع الذهب بقى يلا عشان اخد فلوس. خلاص ماشي يا. اخيرا اخيرا يبقى معايا فلوس. هاخد منك 10 جنيه زي ما قلت. خلاص ماشي خلاص ماشي يا. يلا سلام انا ماشي. سلام يا ابو الزير سلام. ولا ولا تعملش صوت ياض احسن امك تصحى. لا مش هعمل دوشه مش هعمل دوشه يلا امشي. هلاوي امي صعبان عليا قوي ياما والله. الدهب اللي انت عمال تحوش فيه كله راح في ثانيه عشان خاطر كيس عصير وشويه منوم. ترى اللي انا عملته مع امي ده صح ولا غلط؟ اكيد غلط. ما ابو الزير كده ممكن يروح يبيع الدهب ويروح يتجوز واحده ثانيه غير امي. ساعتها انا كده خربت البيت بتاع امي. يا لهوي يا اما يا ام كشري يا اما اصحي يا اما ابو الزير سرق الدهب. يا اما يا لهوي دي نامت خالص. يا اما اصحي بقى يا اما. يا لهوي ابو الزير هيبيع الدهب كده كله. يا ام كشكيش يا اما. يا لهوي اصحي يا اما اصحي يا اما. ولا حصل لي ايه؟ حصل لي كده ايه؟ ابو الزير سرق منك الدهب يا اما. سرق مني الدهب؟ يا لهوي الدهب فين يا ابن المنكوشة؟ الدهب اتسرق منك ابو الزير سرق دلوقتي وراح يما يبيعه. يخرب بيت ابوه وعمل فيه ايه يا واد؟ نيمك ياما وحط لك منوم في العصير. حط لي منوم في العصير ازاي يعني؟ بص ياما بامانه انا اللي حطيت لك منوم هو اللي قال لي اعمل كده. بس انا بقى ايه ضميري صحي لما هو خد الذهب ومشي فقلت اصحيكي. ضميرك صحي ده انت يوم امك اسود. ايه بس ياما ما انا قلت لك اهو. يلا ياما يلا نروح نلحقه ياما. نروح نلحقه؟ ما خلاص زمانه بياعه. ما لحقش يبيعه ياما. يلا نروح ياما. امشي قدامي بدروخ الله يخرب بيت امك. امشي قدامي. طب يلا يلا فوق دلوقتي يلا. امشي قدامي. يا ابن الكلب بيبيع الذهب بتاعي. اوه بطني يا ام كشري. بطنك ده انا هطلع مصارينك. اه الحنان ده كشري. اه ماليش دعوه بالزير ماليش دعوه. مش انت اللي سرقت الدهب بتاع امي؟ يا ابن الكلب ما انت كنت معايا. لا بس انا رحت فتنت عليك على طول. يا ابن الفتان اصبر عليا. وانت كمان ما كنتش عايز يقول لي؟ اه خلاص يا ام كشري خلاص والنبي. خلاص ايه يا منيل ده انا هفرتك دماغك النهارده. اه يا بطني الحقوني. يا بنت اللعيبه يا امه ايه الشقلبه دي؟ عيب عليك يا واد يا كشري ده انا بلعب كونج فو. اه جنبي جنبك. خد في جنبك التاني. اه حرام عليك يا ابو كشري حرام عليك كفايه. ده انت هتتنفخ حرام الدهب. تعالى لي. يا لهوي الحقوني. يلا يا حرام الوقت الحكومه تيجي تاخدك يا منيل. حكومه حكومه لو النبي يا ام كشري حكومه. لا ما كنت سرقت دهب ام كشري يا منيل. طيب طالما خايف من الحكومه ده انت يومك اسود. اه ايدي تقيله ولا حلوه يا بنت الكلب. ايوه طبعا ايدي تقيله. اه يا بنت الكلب يا مفتريه. وكمان بتشتمني. اه بطني يخرب بيتك يا ولية. انت في ايه؟ كان فيه خلص يا حرامي كان فيه خلص. حرام عليك يا ام كشري حرام عليكي. كفايه كده يا ام احسن يموت منك يا ام. ما تقوليش كفايه يا ابو كرش احسن اربطك جنبه وانزل فيك ضرب يا ابن الكلب. ما انت اللي جبت لي العصير اللي انا شربته. يا لهوي خلاص يا اما خلاص يا اما. ما هو اللي قال لي هات العصير اعمل له ايه يعني؟ هو اللي قال لك صح؟ اه كفايه يا ابن الكلب يا ابو كرش بقى. انا مالي انا يا ابو الزير؟ ما انت اللي بعتني الصيدليه عشان اجيب منها منوم عشان تنوم امي وتسرق الدهب يا حرامي. اه يا ابن الكلب ما تعصبهاش خلاص. ايوه دلوقتي خلاص شايف يا واد يا كشري عامل زي الكلب المبلول ازاي؟ ده انت يومك اسود.
يخرب بيتك في اول انت بتطير ولا ايه يا بنت اللعيبه يا اما انت بتطيري في الجو ايوه يا واد بطير في الجو وبتشقلب طب كفايه كفايه يا ام كشري سيبيني بقى يا ام كشري اسيبك سمك عزرائيل يا منيل ده انت يومك اسود مش انت خدت الدهب بتاعي وسرقتني يومك اسود يا وليه كفايه يا وليه كفايه ورمتيني يا بنت الكلب يا حوله انا حوله يا وليه كفايه يا وليه كفايه انا تعبت من الضرب فيك يا منيل انا تعبت منك وتعبت من ايامك السودا انت وابنك الله انت انا مالي يا اما انا مالي اخرس يا ابو كرش اخرس يا ابو كرش لا سمك نصين انت كمان حاضر يا اما مش هتكلم يا لكني عليك وعلى اللي جابك انت متضايق منك كفايه بقى يا ام كشري كفايه يا حرامي يا اللي مالكش لازمه يا حرامي يا لهوي يما هو ابو الصدر مات ولا ايه يا لهوي بقطع النفس يا واد بو ايه يا ام كشري انت بتعملي ايه بفوقه يا واد يا منيل بو هو في حد بيفوق حد كده يما عندك حق يا بنت الكلب يا حوله اهو فاق يا واد يا كشري فاق بعد الضربه الله ينور عليك يا ام كشري يلا بقى نروح ونسيبه هنا يلا يا واد يا كشري خليك انت بقى يا ابو الصدر هنا يا رب ابعت له ديب كده ولا حاجه يكون لسه ما اكلش ياكله بيخلصنا منه وانتوا حبايب قلبي كل اللي اتفرج وعجبه الفيديو ينزل دلوقتي يعمل لايك للفيديو عاوزين الفيديو ده يجيب لايكات كتير في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا يلا خشوا اتفرجوا عليهم فيديوهات جميله قوي اسمعوا الكلام يا جدعان انتوا ليه مفترقين بنت كلب